But اوكي. why nobody asked me about Walid? ومحدش يسألني عن كابتن وليد. بس ما قلتش ask me about Walid. يسألوني عن وليد وعايز يتكلم عن وليد. He's a classic, eh? لعيب كلاسيكي. بينزل يسجل. يلعب دقيقتين يسجل جون، خمس دقائق يجيب جون. Amazing goals. بيجيب أجوان رائعة. It's unbelievable. لا يعني لعيب رائع. We are always speaking to him. هو لعيب زي ما بقول لك لا يصدق، بس بيقول لك انا بتكلم معاه. هو يقدر يلعب الماتش كامل. You all know. انتوا كلكم عارفين ان هو صعب دلوقتي حالته بدنيا يلعب الماتش كامل. But he's got super goals. بس هو بينزل بيسجل اهداف رائعه. ما بيشتكيش انه قاعد على الدكه ما بيتضايقش. Last match scored a pretty on the bench. The one before he scored a pretty on the bench. الماتش اللي فات سجل وقعدت على الدكه بدات الماتش بعده ولا قبل منه نفس القصه. وانا بحترمه جدا وبتكلم معاه. And he's showing the younger ones how to score the goals. وبيدي مثلا اللاعبين الصغيرين ازاي يسجلوا اهداف. He's a classic. الحمد لله. لعيب كويس. اوكي لعيب كويس لعيب رائع. I find him late. I should have been here earlier. يا ريت كنت موجود بدري في ماتش قبل كده وهو صغير اكتشفته متاخر للاسف.